بعث سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية برقية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة مرور 50 عاما على تولي سموه المسؤولية العامة. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في برقيته أن سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تمكن بفكره الخلاق والمستنير من الارتقاء بمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة والوصول بها إلى أعلى المستويات. وقال سموه في برقيته: لقد تمكن سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم من تقديم دور مهم وفعال منذ توليه لمسؤوليته قبل نحو 50 عاما، وحقق سموه بفضل فكره البارع والمستنير إنجازات باهرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حتى باتت الدولة الشقيقة من بين أفضل الدول عالميا تقدما وتطورا في مختلف المجالات بما فيها الجوانب الاقتصادية والسياحية والتنموية، وأضحت تتبوأ مكانة عالمية مرموقة في مختلف المجالات. بيّن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أننا في الوقت الذي نبعث فيه التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بمناسبة مرور 50 عاما على تولي سموه المسؤولية العامة، فإننا ندعو الله العلي القدير أن يمد سموه بموفور الصحة والعافية ليواصل تأدية دوره ويقدم مبادراته الرائدة من أجل تقدم الإمارات وشعبها الشقيق.